يا مجا قدومي هذا الملا على كوه الله يا مجا قلها تيرانكا يا في الإمارة قلها تيرانكا حسب كوطني على كوه الله يا ربان الملا قرقة قدومي وحلاج يا دوف رحسن إيمانها أديكي وفتيك بالعارن أديكي وفتيك بالعارن إيمان تخلص على بقشنا صوب وقطين الملا قرقة سيادة تروح الله يا قدومي المركز الشعب في بورما وحيوت علي سلع على الباهين إن العطفه بسيار حسبك وطني وأخصوا صلاة معها لما بشوية حسبك تقمد بورما دورشني حسبك وقصوا بحي وحاو كهلي تقمد بورما فقل كيما اللبية لما تمو كهلي وعود كيما أقلي بيت السرعي سلع ترتيت قدومي أنا ما تهلا كودا فيا فرحنا إنه تعب وقشنا نصاب غطي وحن هذا الكلام هاي دك ماذا بورا ما يد ما أنتوا كأول يسأل وحن كاسو يا لبا رمودي ما تام كهكذا واقدو لبا دا رمودي ناقوا تكوبات دوا كأول تبشو قب أيو قبا عبشو قبا سلاطين توي عبريان طليار توي عبريان دوا كوي عبريان تمام بشوي ترى أول يقبل يسأل وي عبريان وحن ما أنت لعنة ما ملح ميرك سرعهم ملح ميرك سر السول سرح على مجرو إن الموقف كذا ما تعرف كذا وعذو برش وين تناظر شرتو إن هذا الكعب وشلا قبل كأول اليسل إن وح كل ما تع برش وين تنبور ما يكسويا إن دقالة سومالا وح وقص على هلوب أو كليات لقطة كليات نواد كذا بربرة لقطة لبعض هاي كذا ديرين لهين وطبعا الشعر كان هاي أي كسويا نواد كذي بربرة إن كذي يا ما تموقف كحسب أو كقبو أتقع ديسو دكتا ما تلو هيا أقول ما يا عوض يكمل من كذا قدومي حتى هذا كانوا سيبرين رنت بان قابل إلى هيا إن كرسية ما أنت إلى هذا حتى برامج سوي ملا وحكرا ما أنت عليها فخلي هاي هاي يا إذا كسر في حسبك والثاني عليك يا ساقي يا شيلا وحوي عليك ساقي يا شيلا من دافع صنادل أفضل صنادل يا بلا أيام سام بتجري أنا كو سامي لينا سنة نحس بكرة من دافع كبير لهاي أنا كو خشوا حاجة بكرة من خشوا هاي جري أو حس بكي أولو باباي غير كمل هاي وحن ما كان على غير حس بكرة وطني مسؤولين سياسة هي سياسة دي سمفن هي سيدا أي روما تغير سوالا روما تغير لها قول كيف شرية تغيرتا وحن قراني أنا بان توت هذا الطيب تغير توم كيف شيء أو تنطلاب إلى أن فبي روح حس بكرة وطني هي قراني توسطا ما نمال تغير لها سنبيني شغان بها أنا أقول لهم أنا رئيس لهم أنا أقول لهم أنا أقول لهم أنا أقول لهم أنا أقول إن أي الوقت كعادين إن أي دمانت يو أمور كا وطن يا أمير حسب كا وطن يا أمير صوب كا دمانت أنا قبل كا أول يسأل هاي أيه وقت عيال جاد مركي لو دورنا يقول أنت كا وعفلي يا دمانتي وعفزتي رجي وقوة عاوه الرئيس بل
حريف تولو.
waxaan u maleynayaa kelmadaasi dhagaha dadka way ka badatay oo laga sii dayay tiri tv-ga qaranka idaacadda radio hargeysa wargeyska somaliland today iyo dawanba aad u qori jiray guddoomiye ku-xigeenku muu dagaal kumuu baaqin guddoomiye ku-xigeenku wuxuu iftiimiyey dhacdooyinkii dalka ka soo dhacay jamhuuriyadda somaliland intii xisbiga kulmiya tirada dalka hayay oo ay kow ka ahayd dadkii shicibka ahaa ee mudaaharaadka ay xaqa u lahaayeen lagu laayay hargeysa gaar ahaan degmada axmeddagax dadkaasi miyuu qalbiyeen in la toogto aarari udulayso guddoomiyuhu hadalkiisa waxaa ku jirtay uun in somalilan loo soo dhintay iminkana loo dhiman doono haddii la garan waayo halka ay ku jihaysan tahay iminkaanu ku celinaynaaye xukuumadda kulmiya iyadoon dhibaatoba jirin bay dadkii laysay hargeysay ku laysay burcay ku laysay gabilebay ku laysay booramay ku layso waxay ku laysay saylac bay ku laysay soo run maha hadalkaasi siday uga xanaaqi karaan somalilan waa loo soo dhintay iyagaaba dadkii makalaynaye ciidankeenii araariyuda ciidankeenii loogu talagalay inuu dadka somalilan qaranimadeeda ka soo horjeeda la dagaalamo waxaa lagu caburiyaa oy saqda dhexe guryaha ugu dhacaan dad muwaadiniina oo ay madaxa ka toogtaan oy dilaan oo laba cadiis weydiinay taa miyaynu qaadanaynaa ma yeelayna taa in yar waxaan ku dari lahaa qodob kale oo muhiima xaqiiqatan iminka waxaa utii reer booramo waxay nagu soo dhan doorasho waa doorashada aynu doonayna inaynu ku aarsano inaynu kursiga kaga tuuro runtii aadna waan ugu faraxsannahay madaxda qiimaha leh iyo shacabka taageerayaasha qiimaha leh ee kusoo biray maanta xusbiga aad baan ugu faraxsannahay runtii xusbi ahaan aad iyo aadna waan u hambalyeynayaa sababta waxa weeye qofku bilaadanka ahi marka uu qaato wadada saxa ama joyska saxa hambalyuu mudan yahay aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa madaxdiina soo biirtay waa waqtigaa yar uu iska koobkoobanaynaa aniga oo ah xogayaha qorshaynta xusbiga wadani waxaan doonayaa inaan in yar oo qorshaha xusbiga wax idinka taabsiiyo qorshaha xusbiga ugu horeeya ee xusbiga wadani leeyahay waxa weeye inuu wadani dhiso dowlad dadku leeyahay ee aanu dhisin xukuumad dadka iyadu leh oo marna aarariyu isticmaasho marna say doonto ka yeesho marna hantidooda dhacdo marka qorshaha ugu horeeya xusbiga waxa weeye in la dhiso xukuumad dadku leeyahay oo lala xisaabtamo oo runtii ummadda u hoggaansan oo og in codka ummaddu siisay oo ummaddu shaqada u diratay ee aanay ummadda ka xoogin fartii iyo codkii waxaa qorshihiisa ka mid ah in garsoorka dalka ogtiin halku taagan yahay la madax banneeyo oo ogeydeen xusbiga kulmiye ama xukuumadda kulmiye inay dhawaan ku isticmaalaysa in wasiiradu warqada u qoraan ninka xaakinka ee maxkamadda fadhiya ama ninka askariga ee xaakinka xidho waxaan leenahay ma aha siyaasadda xusbiga wadani mana jiri doonto insha allah waxaa ogtihiin golaheenni wakiilada ee ummaddu dooratay ee shacabka wakiilka ka ahaa in intooda badan la marin habaabiyey oo xusbiga kulmiye uu u isticmaalo siyaabo kheyr sharci ah oo runtii uu ka duwey wadadii iyo shacabkii ay wakiilka ka ahaa inay dub u eegaan laba joornaal oo dalab dowladdu gacanta ku hayso iyo idaacad lagu tilmaamo idaacad qaran iyo t v qaran lagu sheego intiiba waxay noqdeen way ka baxeen astaantii qaranka lahaa weynweyn waxaa laga sii daayaa habeen iyo maalinba ka socda muwaadiniinta cayadooda iyo aflagaadadooda xisbiga mucaaridka ah iyo hoggaankooda dadka shicibka ah madax dhaqameedka waxgaradka dhallinyarada iyo mutacalimiinta hooyooyinka gobollada dalka ku kala nool ayaa habeen iyo maalin laga aflagaadinaya way ka baxday astaantii qaranka astaan qaran male way lumiyeen waxaa ka war haysaan in tabashadii beeluhu ay iska daba imanayso oo maalin maalinta ka dambaysa ay sii xoogaysanayso waxaan u sheegaynaa maanta xukuumadda joogta inaanay suurtogelaynin in laga baryo dadkan waxay xaqa u lahaayeen awdal waxay xaqa ugu leedahay ka baryo mayso de xukuumadda waa miyaynu barnaa ma baryayno kuwaynu ka cabanaynayna dee guddi la nooga dhigi maayo
وكل كعبنا من قبل أي قتل نقول يقول لا يك أهل تونس تار وحنا نقول لنا هاي تذكرنا حتى إجا هو فرويدان فرب يذكر كيران وحنا سومالي لان وحا أيمان تقتل شخصي وأي دور إسرائيل سمايسو بالسبتن سبتن كاسنا وحكوي من هيا إلى إنسك تايلو إسبيجين ده وأين بلان بوزا قانو إيه بلان تاما قاني مبدلين وحاينا استمعتوا لغنا حسب قابلت يدور مغاين لغنا قيين لغنا مبدلين مرحتوين إن ماتوا لغنا إني مرحوين يال كتيرانيان مرحوين دوراني آنو كتيرنا مرحوين يال كتيرانيان لغنا مانتا وحاين دي شيقيا أو آن آن لنافع أو كما قان حسب حسبة تيري لغا قبري هرقين سولو قبري حسب شوالا الحاين وحلقو قبري قولي كمينا قريهينا قبرنا لنا دستان هل قلوا لغتين وحسبك أح أيام مانتا دولتي دمائد اي وطن كوترينيسي وحي بحي طابن طايوة إيران ليسا إن قولي قاسي الله وقفت وحي الثالي نحضو الله وقفت وحي مانتا وطن كنوة والله مو قبته ما أنت واحد على جهل الكلامات في مستقبل كومبات اللي يجي تدوهويه، بكو حيرة نوع عصو كلامه قريب يرينا مينه وحنا نقول يا رحمة أنت، ومو توي سوتشي ستي طلع بريكا يا رحمة شرو وحنا نقول يا نهاي حسب يا وطري يا نهاي هقول استو أنا نقول لك وش هنا؟ لو حنقول وش هنا؟ عود الأرض إذا حين كان دول يوم على يوديو سيبي يوم إنه تقوينه إذا كان أبي لامير تقوينه مايا دولة سيدا عيسى دولة ديكتاتور سيدا عيسى وعلى قدر وعلى قدر ثا سمعنا إذا ما قيل الدستورية سيدا دولة دي سياد بره وعيسى سمعزين هنجش بارز تعيش بيها نبى سويت الجودات كبار له ترى كبار ده يوم قلوا ده إذا سوى عيدا ما يسمس دولة ده تحسي على بيتها مركوا عوين عيدا غير الدستور بينه لنا وتكو رجت لكم مامو ما يعني إنه وعيدا كشيء قطتك عبودي هذا شيء لوسيدو أرتي and وتكا أرتي and وتكا عشرة ما لكم يا أبو وحكي وكم 1000% baan idu kordhiyay aqalka inta idu ku yahay waa maqsad biyihii inta idu ku yihiin marka asuu leeyahay wasiirka maaliyadu inta shalay inta isku sawiray meel yar halka ah ayuu leeyahay wadan sameynaya reer awoodan la wariyay madaxweynaha ka soo jeeday waxba uma qaban madaxweynaha daan riyaal doqon uu madaxweynuhu ah adigu hadda duu tahay allay baday وعجل وسيرة سمستي قاران وسيرة قارة وبيرة قارة يقوم على قارة كزوجينا أي أمد واحد لو سمي صندوق يقول سرع قاران يا عشرة عن سوق سوارين ميزانية تصالة عشرة أهدافك إلى لوسو سار لو سوق كي قاديت كعمرك بويدها إسكندوينك وعلى سحيه أفرين لو أتاكي بشي سيارات لماذا يكون هذا حيتونك؟ مركي أنا هون جوك سنين سيدات حلبا ما نقوله كلا ذلك سؤال وحنو بحسن حلبا أنا حقا على شاء وعوي تكيد وحلي وعلى الله يفرفري ليه بلاد بلية جيا ليه بلاد وين هو متلافت زما مركي وعوي أن ليه بلاد وين لافتي وحنو سويت عشرتا أو كاتي ولا استقالة سعر برد مدرياش كلها وكلا وحنو سويت جدريا وأبو هيا يدخل وأبو هيا سال. وما تكلم تاني بهو قصدين. وبيا جريان. ويك واحد عيار. أسكر بعشرة سو وبيا كوداتي. لما تحسيني. هو يدويه برضو كوداتي. لما تحسيني. وحين قرر يبلغش غيريا. إذا يبطل يستوى وحوي هدي. تدخل تهريب أطلي يعني. ودك كتر يا له تهريب يا. شكوى ترى هاي سلمي وين شبغوا عسكري الله غرم
أنا أقول لك 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 أنا إلهي واحد يبرر إن ترى الحياة سيدا خسر إلهي من وقت حياة واحد كلا الحياة هي تي عن الحياة تي عن لا هي دور الشدة كل يجب عليه الوقت قد يكون مصوب بس لكن واحد كلا شدة ليه لا تكشون هذه الجارو وين أوفق عليه أصلا الحين كتبيا قوا وكلا أنا كنت وياه حسوا المعارض كي وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرب يوفتك بالله علينا وقامل اليوم إساقة قصوة كعتمي عاصمة عركيسة مدر كنت وياه وحقو قصوة دوين يا أستاذتي حسوا بالوطني وعقوبا كعوضل حالك أن نكاة أساسي مالتي أي نور كعين وين يقوبا كعوضل وحالك أن نكوك قولي السنة امتحاناتي بالنائي أن مكا نور كعوضل كعوضل وقاموا على الفرد اللي كنتوا بيتسردوا المرة برضو حمانت أقول لي فرحان اللي جايا كنتوا يبحيكي ما يبحيكي عاصمة دورة ما مو من جديد كنتوا يبحيكي حزب الرئيس غولمبي دار في بتين وابتي جايا دمان وحن ما العلية تاجريا شو ما تمك على حزب القصاب بيري رنتي تاسو حيا في بالو تاي وحي موجنا إسا ميسان كي يدلل كام عمل هذا كله ناي هذا ما حسب قدر كم كعوض بعد ذلك وحن وحن قبل شهرين يوم تيو كتومي وكامل يوم إلى السوق أولي بمران وانتظر كري يوروري كقاضان وعطيه ثور قفور ودين هذا أركان يقول صنعة تاسع كل يوم قبل شهرين يوم تيو يوم تيا كل يوم كم أنت خطبة بروتي يوم تعلو وهاي وحيقو فرحان وحيقو فيران فرحته وعلى المدن مدى حوينا من حوينا مستقبلها وعلى المدن مدى حوينا من حوينا مستقبلها وعلى المدن مدى حوينا من حوينا مستقبلها